واعلامنا قوي بس بعض وزرائنا يعانون من الضعف، ترى احنا على الهواء الحين والوهن. عموما اهلا وسهلا بكم. رصدت جمعيه حمايه المستهلك مخالفات ارتكبتها البنوك المحليه تتعلق بالانظمه الخاصه بالعميل بشكل مباشر، ومنها فرض معاملات ماليه على العميل ولا يتم ابلاغه بها بشكل مسبق، ايضا مخالفات بنكيه تتعلق بفتح حسابات جديده وفرض رسوم اداريه لتجديد بطاقه الصراف الالي. في نفس الوقت تشتكي فيه الجمعيه من قله الموارد الماليه والبشريه، وتتلقى انتقادات من اغلب الجهات بعدم حسمها يعني في حمايه المستهلك. الى الان لم تقدم يعني الشيء المتوقع منها طبعا، يعني واللي متعلق قضيتها الأساسية. كلام كثير حول الجمعية، نتذكر احنا خلافات بين رئيس ونائب رئيس، هذا اللي نسمعه يعني دائم عن جمعية حماية المستهلك. هل هي واقع ولا وهم ولا نوع من يعني الترف الاجتماعي؟ خلونا نشوف هذا التقرير لعزام الخديدي ثم نعود للنقاش. رصدت جمعية حماية المستهلك مؤخرا مجموعة من المخالفات التي تقوم بها البنوك في حق العملاء، وتمثلت تلك المخالفات بفرض رسوم مصرفية دون إبلاغ العملاء بذلك، وكذلك فرض رسوم عند فتح حسابات بنكية جديدة أو عند تجديد بطاقات الصراف الآلي. تحرك جاء متأخرا كما يرى البعض من قبل جمعية أثارت الجدل منذ إنشائها، خصوصا مع غياب أي دور فاعل لها في حماية المستهلك وفي رواية أدق المستهلك. يعني للأسف الشديد جمعية حماية المستهلك هذا الجسم النائم أو العديم الفائدة اعتبره إلى الآن في المجتمع، يعني يستيقظ الآن بعد زمن سنين والبنوك يعني تأخذ من العملاء رسوم على الأرصدة المنخفضة وعلى بطاقات الصراف. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي وجهت البنوك بعدم فرض رسوم إدارية على أي من معاملاتها أو عند فتح الحسابات الجديدة، لكن بعض البنوك استمرت باستقطاع تلك الرسوم من حسابات العملاء بشكل آلي دون إبلاغ العميل بذلك. غالبا ما تكون العلاقة بين البنك وعملائه علاقة عقود إذعانية يكون المتحكم الوحيد فيها هو البنك. ما في رقابة، ما في عقوبات، ما نسمع أنه في عقوبات على البنك والبنوك، فبالتالي هو طبعا يتبحر في موضوع السيطرة أو في موضوع الضرر الذي يقع على عملائه بدون ما يرفض العميل، لأنه العميل يحتاج الخدمة، فبالتالي ما عنده مجال غير أنه يقبل بهذه الرسوم اللي مفترض تكون مجانية. البنوك ما زالت تخالف التعليمات، تخالف تعليمات مؤسسة النقد وهي الجهة الرقابية على 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 تلك البنوك. وحماية المستهلك يعني أتت بعد أن سمعت من مؤسسة النقد عن هذه المخالفات، ثم أرادت، أنا وجهة نظري، أرادت أن تظهر نفسها إعلاميا، وإلا هذه المخالفات الجميع يعرفها. يذكر أن البنوك في السعودية تحقق سنويا أرباحا متزايدة، خصوصا في ظل قوانين توفر لها الحماية شبه الكاملة، وفي هذا السياق سجلت البنوك السعودية ارتفاعا في أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 16%. عزام الخديدي لبرنامج يا هلا، روتانا خليجية، جدة. لمناقشة هذا الموضوع معنا في استديوهاتنا الدكتور أحمد السالم، وفي اثنين تايت العدد اللي يحب، يعني مدير الإدارة المالية في جمعية حماية المستهلك، وأيضا من ضمن أعضاء هيئة تدريس جامعة الملك سعود. أهلا وسهلا فيك. وأيضا نسأل نرحب بالكاتب الأستاذ فادي العجاجي، الكاتب الاقتصادي. أهلا وسهلا بك، ضيفنا الدائم مستشار من الاقتصادي. أهلا وسهلا فيك. شكرا لحضورك. طبعا راح أبدأ معك دكتور أحمد، ما هي مخالفات البنوك اللي تم رصدها؟ يعني حتى ما أدري الناس تتندر ولا صادقين، يقول لك حتى اللي فاتحين حافز ماخذين عليهم رسوم إدارية، يعني واحد يضحك، المفروض يأخذونها من وزير العمل مو منهم. هو أولا بالنسبة لبنوك
يعني قطاع من أهم قطاعات أو مكونات القطاع المالي في 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 أي دولة، عندها منتجات وخدمات. لما تكون تسعير المنتجات والخدمات واضحة ما أعتقد أحد عنده مشكلة، بس اللي أعتقد الشكاوي اللي بدأت تزايد مؤخرا اللي هو أنه في بعض الخدمات اللي قدمت بشكل يعني غير ما هو معلن عنه. فأحيانا تعلن عن خدمة معينة بس تكون البيانات في الإعلان مختصرة، وبالتالي يعني العميل يعني ما يعرف التفاصيل خاصة ما يتعلق بالتكاليف. فأنت تبيع الخدمة هذه بيع، ما تبيعها مجانا. وحتى نفس الشيء قبل ما أدخل بخدمة أنا ودي أتطرق للمنتجات، المنتجات اللي هو القروض. فأنت لما تأخذ قرض من البنك أنت تشتري منتج، وبالتالي هو يسعر لك المنتج هذا، هو كأنه مكتب عقاري أجرك المبلغ. فتجي تأخذ مثلا 100,000 ريال، فهو يأجرك 100,000 ريال مدة سنة سنتين، فمسألة تأجير. لكن التكلفة، تسعير التكلفة هذه يعني في أحيانا فيها غبن وفيها مبالغة مقارنة بال يعني بالضمانات. فلما تجي مثلا يعني القرض 100,000 ريال مدة مثلا 10 سنوات ويكون بخمسة يعني 5% سنويا، فتجد أن المبلغ الإجمالي يطلع 150,000، فكأنك دفعت 50%. هنا التسعير أحيانا فيه إشكالية أنه مبالغ فيه وغير واضح. فمثلا تجد في البنوك الخارجية كل صبح يكون فيه إعلان عن المنتجات اللي يشتريها البنك منك اللي هو الإيداعات، والمنتجات اللي يبيعها لك للقروض. فالأموال الموجودة في البنوك هي أموال الناس، يعني جزء ممكن 85% أموال الناس، ممكن 15% أموال المستثمرين والمساهمين. فاحنا عندنا الان يعني عندنا الخدمات وعندنا المنتجات. المنتجات هي أسوأ بكثير. المنتجات احيانا تصل انك تدفع قروض زياده ممكن تكاليف 400,000 ريال، والسبب يعني طريقه التعاقد خاصه تدخلوا فيها الشرعي وغير شرعي. وحنا طبعا دوله الاسلاميه، فاستغرب ان احنا عند تدخل البنك يقول لك هذه خدمات اسلاميه هذه خدمات غير اسلاميه، يعني كلام غير مقبول. يعني كلام احيانا تحس ان فيه نوع من يعني تشعر ان البنوك تستغل المواطن في اكثر من عرض، اكثر من اعتقد هي استغلال ثقافه. يعني لا بس مو ببلاش، هذا يدفع المواطن. اي ما في شيء بلاش بالنسبه لل هذه قاعده اساسيه. اي خدمه اي منتج مهما كان عليه دعايه كبيره لن يكون مجانا. يعني تعتبرها انت مخالفات؟ لا المخالفات لابد يكون يعني ابرز المخالفات. لان طلعت حافظ معي على الهاتف. نعم ابرز المخالفات بالنسبه لي ادخل في المنتجات. المنتجات اول شيء تسعير المنتجات مخالف للتسعيرات الدوليه. يعني تركيبه يعني المبنيه على القيمه الزمنيه للاموال السائله، هذه قاعده اساسيه. انا معطيك 500 ريال لمده سنه، فالسنه هذه لها قيمه، الفترة هذه لها قيمة، وبالتالي بغض النظر هي كانت سيارة ولا كانت يعني نقد له قيمة. فما يعطى للناس كسعر اللي هو تكلفة، أنا أسمي سعر، بعضنا أسميه فائدة. فممكن أسميها قيمة أجار، تكلفة، سعر، فائدة، هذه مسميات ما أعتقد عندي إشكالية فيها. طريقة التسعير ما هي صحيحة، يعني فيها مغالطات. عسى مثلا ما يقول 5% هي فعليا يعني ممكن تصل فوق 7%. لأن طريقة الحساب في المملكة هي طريقة يعني أعتقد أنها طريقة عقيمة، ويعني أعتقد صار فيها يعني استغلال كثير لعدم معرفة الناس في المجال المالي. أيضا يعني إدخال العقود الشرعية، أو في بعض التعاقدات خاصة مثل شراء المنازل، يعني إدخال الصبغة الشرعية على العقود، مع أن الصبغة الشرعية هذه عقدت المسائل أكثر ورفعت التكاليف. فأنا أتوقع أنه كان في استغلال للمسألة الشرعية أو المسألة الدينية. لا بس في شوف في ناس يعني في ناس أساسا تحب ينضحك عليها. يعني كلنا نعرف أنه لا في يعني مثلا نعرف أنه في بنوك في السعودية، في واحد من البنوك قايل للناس أنه هو غير ربوي، هو نفس التعاملات وفاتحين حسابات هناك كثير، لأنه في وهم عند كثير من الناس. راح اخذ تعليقك بس خلني الاستاذ طلعت حافظ مساك الله بالخير، هو العميل العام للجنه الاعلام والتوعيه المصرفيه. شكرا انك معنا استاذ طلعت. بتعلق على الكلام اللي يقول الدكتور السالم. طبعا امسي حقيقه على الدكتور السالم، ولكن استغرب حقيقه اللي ما قال من كلام. يعني
لانه طبعا البنوك السعوديه كما هو معروف لا تعمل في ظل يعني الغاف او انظمه الغاف، فهي طبعا بنوك محترمه وبنوك تعمل ضمن وفق اطار مؤسسه النقد العربي السعودي كبنك، طبعا بنك البنوك او البنك المركزي. هناك نظام حقيقه يحكمها نظام مراقبه البنوك، فاستغرب حقيقه من الدكتور عندما يقول انه البنوك يعني تستغل فيما معناه يعني تستغل ثقافة المواطن وضعف ثقافة المواطن، وهذا طبعا غير صحيح حقيقة أبدا. وعقودنا سواء التي هي لها علاقة بالإفراد أو بالتمويل الاستهلاكي فتخضع لضوابط حقيقة، ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة من مؤسسة النقد في عام 2006، وهذه الضوابط طبعا توضح بجلاء حقيقة حقوق والتزامات كلا الطرفين البنك والمقترض، وهي لا تميل لأحد بقدر ما هي فعلا توضح كما قلت الحقوق والالتزامات. وما قالوا عن سعر العمولة أو سعر الفائدة أو خلاف ذلك، فهذه حقيقة الضوابط تؤكد على الشفافية المطلقة إلى درجة كيفية الاحتساب وما نحتسب به العمولات أو خدمات الدين، هي طرق عالمية. وللأسف أنه كثير من يغالط في هذا الموضوع ويقول أن البنوك السعودية تتبع أسلوب الفائدة المركبة أو التراكمية، هذا غير صحيح، لأننا نحن لا نتبع حقيقة الفائدة المركبة، ولكن نحن نتبع حقيقة يعني طريقتين احتساب العمولات وخدمة الدين، إما الفائدة أو الطريقة الثابتة، وهي طبعا بكل بساطة عدد السنوات في السعر في المدة، أو الطريقة المتغيرة والتي طبعا تستخدمها البنوك في عقود التأجير التمويلي. وبالتالي لا نستخدم حقيقة كما يشاع ويقال الفائدة المركبة، والتي كما معروف تحتسب على المبلغ وعلى أرباح الأرباح، وهذا طبعا غير وارد في البنوك السعودية. بدرجة الشفافية أيضا التي نتبعها كما يعني نصت هذه التعليمات أو هذه الضوابط، بأن يكون جدول سداد واضح للعميل، وأن يكون يعني عدد الأقساط واضحة وجدولة هذه الأقساط وكيفية سدادها وما يحتوي هذا القسط من أصل للمبلغ في القسط طبعا، أو ما يحتوي الجزء الآخر من خدمات البيع. أما طبعا ما قال الدكتور العزيز عن يعني استغلال ضعف الثقافة المصرفية، هذا غير صحيح بالذات في الأمور عندما نقول منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وهيعلم الدكتور أن جميع البنوك لديها هيئات شرعية محترمة، أعضاء معظمهم أو أغلبهم أعضاء في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وفي مركز الفتوى، وبالتالي حقيقة هؤلاء العلماء الأجلاء تهمهم حقيقة سمعتهم قبل كل شيء، وما بنوه حقيقة من علم ومن وقار في هذا المضمار. ولا أعتقد أنهم في حاجة لأن يجاملوا بنك أو أمر ما في منتج ما، بل حقيقة نجد معهم يعني جهد وجهيد حقيقة في تمرير أي منتج إسلامي، وقد يأخذ بعض الوقت، قد يأخذ شهور، بل البعض من المنتجات قد يأخذ سنوات على أرض الواقع لأن يتم الموافقة عليه وأن يعتبر هذا منتج شرعي. فحقيقة أنا يعني أعتب على من يقلل من قيمة البنوك السعودية. وعلى كل حال البنوك السعودية تجاوزها للأزمة المالية العالمية حقيقة يعني شهد له القاصي والداني. طيب بأنها كيف تعامل مع أستاذ طلعت، هناك من قال أستاذ طلعت عندي فاصل، عندي فاصل راح نطلع فاصل أستاذ طلعت وبعدها نكمل الفاصل ونعود لكم بعد قليل. أهلا وسهلا بكم، لازلنا نتكلم عن حماية المستهلك الجمعية ورصدها لمخالفات في البنوك السعودية. ضيوفنا الأعزاء الأستاذ الدكتور فادي عجاجي، الدكتور أحمد السالم، أستاذ طلعت حافظ. أستاذ طلعت ما بقطع عليك، بس تكمل فكرتك عشان بأساس الأستاذ فادي والدكتور أحمد يردون عليك. أبدا، بس أنا أستغرب حقيقة يعني من البعض من يقلل من شأن البنوك السعودية
وما حققته حقيقة من إنجازات واسعة وطموحة في مجال العمل المصرفي، وكما حقيقة يعني أسلفت شهد له القاصي والداني بما فيها منظمات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدد من المنظمات الأخرى ولجنة بازل الدولية، لا سيما حقيقة لو عودة سريعة للأزمة المالية العالمية وتمكن البنوك من تجاوز هذه الأزمة حقيقة بثبات واقتدار دون يعني أن دعت الحاجة أن تتدخل الدولة لا سمح الله وتنتشل أحد البنوك من حالة انهيار أو حالة يعني تعسر. وطبعا هناك من يلوم البنوك السعودية بأنها تصنع الأرباح وكذا، طبعا هي مؤسسات ربحية في نهاية الأمر وتعود ملكيتها لمساهمين ولحملة أسهم ولمؤسسين، وبالتالي هي وجدت لتربح لا لتخسر، ومن يعتب عليها بأنها لا تقوم بدور. لا الناس استطلعت ما عندهم مشكلة في الربح، أكيد لازم تربح، بس هم عندهم مشكلة في النسب، نسب الربح. بعدين في ناس على تويتر يقولون يا استاذ طلعت، هذا الناس على تويتر واحد فيهم يقول يا استاذ طلعت البنوك تستغل ضعف ثقافة المواطن، المواطن مجبر أن يوقع اتفاقية تحتاج إلى قانون لفهمها. يا أخي ما حد جبر المواطن أن يوقع على شيء، ودائما نحن بس هذا المواطن إذا اختلف مع البنك في بند ما أنت توقع، يعني ما في تفاوض. لا يمكن هذا حقيقة ما هو واقع، ونحن منبهين دائما على جميع من يبيع أي منتج سواء قرض أو خلاف ذلك أن يشرح بالتفصيل الممل للعميل سواء هذا العميل الكريم كان مواطن أو مقيم. ولكن خلينا نعترف بحاجة حقيقة، نحن في مجتمع للأسف كثير منا لا يقرأ، يعني يكون في عجالة لأن يحصل على المنتج أو على الخدمة دون أن يدخل في التفاصيل. وكما قلنا يعني نحن ليس كلنا محامين وليس كلنا قانونيين، ولكن حقيقة من لا يعلم شيء أو يصعب عليه شيء عليه أن يسأل، هناك متخصصين، هناك استشاريين، هناك محامين، ولا يكلف شيء أو صديقا له أو كذا أو حتى يعني يدخل مع البنك في جدال وفي تفصيل ويفهم ما يقصد هذا العقد. أما من يقول عنا والله نحن أننا يعني أسعارنا مرتفعة، كيف نحن أسعارنا مرتفعة؟ اليوم المنافسة محتدمة بين 23 بنك في المملكة العربية السعودية، الهوامش اليوم أقل من 1%، يعني أنت اليوم عندما تأخذ بقرض بأقل من 1% كهامش، وما يزاد عليه طبعا بعكيرها نعم هناك رسوم إدارية وكذا. ودائما نحن ننبه على العملاء، وقد نبهت مؤسسة النقد العربي السعودي بأن يجب أن ينتبه للعميل، وهذا واضح جدا ما يعرف بالمعدل السعر السنوي الحقيقي، وهو طبعا يعرف الدكتور يعني تركيبة هذا السعر، ولكن لا يعني ذلك بأنه نحن يعني نستغل عفوا لضعف ثقافة، بالعكس نحن من واجبنا الرفع من ثقافة الوعي المصرفي. شكرا، لأنه هذا بالنهاية يعمل لصالح الطرفان، يعمل لصالح البنك. وصلت فكرتك استاذ طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، شكرا لك. تعلق أستاذ فادي؟ نعم، أول شيء مبدئيا هو قضية حماية المستهلك في القضايا المالية هذه حديثة، يعني قبل الأزمة المالية العالمية كانت حماية المستهلك تركز على الجوانب يعني السلع والخدمات، أسواق السلع والخدمات، ولا تتعرض للقضايا المالية من عقود وتأمين وعمليات الإقراض والنقاط المصرفية المتعلقة الأخرى. وبالتالي بدأت تظهر دعاوي حول قضية أهمية حماية المستهلك في مثل هذه المواضيع، وظهر قانون الفاين برنت اللي يحدد لك مثلا والله ما يصير الخط 5 ما حد يقراه وكذا، وكانت موجودة في أمريكا. الدول العالم هذه من 2008 وهي تشتغل على موضوع أنه تشريعات أفضل وليس أكثر، يعني مية القضية قضية أنه مراجعة التشريعات لتكون أفضل وليس لزيادة التشريعات والتعقيدات. ومؤسسة النقد بادرت يعني بأكثر من أول شيء آخر تحديث للقواعد فتح الحسابات وإلى آخره كان يعني السنة هذه تم، وقبله برامج حماية المستهلك في هالقطاع. طبعا احنا الان نتكلم عن دور الان القادم ل يعني جمعيه حمايه المستهلك. لا شك انه دورها حيوي ومهم فيما يتعلق بكثير من القضايا، خاصه القضايا المتعلقه بمبالغ بسيطه على الـ على الـ على الـ المستهلكين في كل، مش فقط في القطاع المصرفي ولكن حتى في الاتصالات وغيره وغيره، في مساله انها كيف تتبنى مثل هالقضايا لحمايه الـ 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 يعني المستهلك بشكل عام ايا كان، يعني سواء في تعامله مع بنوك أو غيره. لنرجع لموضوع الحلقة اللي هو قضية البنوك نفسها.
طبعا في امور يعني شائعه بالغلط. انا عجبتني جمله من الدكتور احمد قال انه استغلال الثقافه السائده. الثقافه السائده فعلا ثقافه فيها مشكله في قضيه طريقه احتساب الفوائد. والمشكلة لما نقول لك ضعف الثقافة السائدة ما هو عند الناس العادية والمستهلكين اللي ما يطالبون أساسا بأنه يكون متخصص، لكن الإشكالية حتى في بعض المتخصصين عندهم نقص حاد في مسألة يعني الرياضة المالية وطرق احتساب الفوائد وكذا، ويتكلمون بدون خلفيات يعني فيه دقة وعمق. مثلا على سبيل المثال الشائع بين حتى الأوساط الأدبية الاقتصادية أنه البنوك ما تأخذ سعر الفائدة وما تحسب الفائدة على القرض المتبقي، وهذا خطأ كبير، وبدليل أنه أي واحد إذا جاء بسد قرض مبكر، يعني إذا فرضنا أنه خدمة الدين عليه 30,000، إذا جاء يسدد قرضه المبكر بعد منتصف المدة يكتشف أنه اللي خصم عليه أكثر من 50% من الفوائد، وما تبقى له إلا مبلغ أقل، يعني يمكن 8,000 10,000 أو أقل يعني. وبالتالي هذا يفسر لك أن البنوك تقوم بطريقتها الرياضية الداخلية بطريقة احترافية تأخذ على القرض معدل الفائدة المتبقي القسط. مثلا إذا فرضنا أنه 6,000 ريال مثلا في الشهر على العميل، 2,500 هي خدمة الدين والباقي أصل القرض، وهكذا تتناقص حتى آخر قرض ما يصل خدمة الدين إلا 50 ريال. وهذا اللي يفسر بعض البنوك يعني عندها شروط حسب العقد والتعاقد أنه والله إذا في تسديد مبكر في يعني خدمات إدارية تخصم من الفائدة المتبقية بواقع 15%، إذا كان العميل يريد أن يجدد بنفس البنك قد يسقط عنه 15% وتعيد له كامل الباقية، وإذا كان يريد أن يقترض من مكان آخر أو يتوقف عن الاقتراض ممكن أنه يحمل. لكن مثل هالمواضيع هذه الآن في عندنا قانون جديد مشتهر بنظام الرهن العقاري، وهذا تسمية خاطئة، هي منظومة مالية يعني أهمها نظام مراقبة شركات التمويل والتقسيط. هذا يفصل لك خصوصا في القروض الطويلة الأجل اللي خدمة الدين فيها تكون مكلفة جدا وكبيرة، كيف أنه حالة التسديد المبكر تتم، وكيف أنه الأهداف من هالمنظومة ذي كلها حماية الصناعة، هذا يعني مرحلة، حماية المستهلك يعني مرحلة، وأيضا المنافسة في قضية هالإطار. فمثل هالأشياء يعني كسلطة نقدية اللي هي مؤسسة النقد ممثلة في مؤسسة النقد، طبعا هي ليست طرف في التعاقد بين طرف، وليست طرف في التفاوض، ولا تستطيع فرض سعر يعني معدل فائدة محدد لأن لا تضمن الأرباح للشركات، هذه شركات ربحية مثل ما تفضل الأخ طلعت، هذه القطاع المصرفي قطاع خاص يهدف إلى الربح، ولكن الإطار العام أنه يكون واضح. فيما يتعلق باحتساب الفائدة لما يعني الطريقة الدارجة عند البنوك أنه مثلا الله يقول لك أنه هذا يعني نقطة الخلل على أساس أنه نكون واضحين يعني في المسائل هذه، لما يقول لك والله 2% على القرض، يعني إذا أنت بتقترض مثلا 200,000 مثلا نقول والله معدل الفائدة عليك 2% ويضرب 2% في يعني 4,000 بالسنة في 5 تطلع عليه 20,000 لازم ترجع لي أنت 120، هذا معدل فائدة 220، هذا معدل فائدة بسيط إذا وإذا فقط كان العميل ما راح يسدد إلا في نهاية الخمس سنوات القرض مع كامل الفوائد، لكن لأن العميل يسدد الأقساط هذه يعني بالتدريج، يعني أول يعني قسط أقرض لمدة شهر واحد، ثاني قسط شهرين، آخر قسط هو اللي أقرض لمدة خمس سنوات، ففي الرياضة المالية يا معادلات يعني متعلقة تحسب لك معدل الفائدة الحقيقي، وهو ممكن يطالب فيه البنك، بنك أحيانا موظف البنك يراعي السهولة في قضية العميل وتسهيل حساباته بالنسبة للعميل ويعطيه المعلومات هذه السهلة اللي يقدر يقارن بينه وبين أي بنك آخر نفسهم هم أخذين طيب. نفس أنا نصيحتي فقط في فيما يتعلق بقضيتين مهمات للعميل، العميل لازم يفهم طبيعة التزاماته القانونية خصوصا في القروض. القروض الاستهلاكية يمكن أنت إذا وضعت أي يعني في النت يعني مثلا في جوجل سويت بحث عن قضية في برامج كثيرة تحسب لك معدلات الفائدة، فقط تدخل المعلومات الأساسية من المبلغ والمدة وكذا فيطلع لك التكاليف الحقيقية للاقتراض. فأنا أنصح بأنه أنا ما راح أعطيهم درس في الرياضة المالية وطريقة حساب وإلى آخره، لكن العودة إلى مثل هذه النقطة الثانية والمهمة
أنه هذه متعلقة بوعي وإدراك الناس لالتزاماتهم، أنه الحقيقة يعني القروض الاستهلاكية لو أخذت خدمة الدين، أحيانا لما تتأخذ قرض 270,000 فيقول لك 30,000 يعني، فالعميل يقول لك والله مش كثير 30,000 على مدة 5 سنوات، اللي عليه أنه يقسم هال30,000 على 60 شهر لمدة القروض ليحصل على تكاليف القرض شهريا. تكاليف القرض في القروض الاستهلاكية من 300 إلى 500 ريال، وهو أحيانا يستقلها، وبالتالي إذا قرض لشراء سيارة لابد أن يدرك في أنه يدفع تكاليف من 300 إلى 500 ريال، وبالتالي هو قرار. طيب وصلت النقطة الثانية في القروض العقارية، يعني خلنا نقول في القروض العقارية أحيانا خدمة الدين تصل من 3,000 إلى 5,000 ريال خدمة الدين، يعني كأنه اللي كان يدفعه للأجار أصبح يدفعه للبنك، والسبب الرئيسي هو ضعف قاعدة الادخار. ما هو معقول أنه عميل ما عنده إلا 100,000 بيشتري يعني منزل بمليون، مليون ومئتين ومليون وخمسمية، كويس ولا لا، ولا يتوقع أنه يكون في تكاليف عالية وباهظة. قد يعني فعلا إذا من ناحية الوعي والإدراك لابد أنه يبنى قاعدة ادخارية قبل الدخول، وقضية القروض الاستهلاكية لابد معرفة أنها مكلفة. نعم. طيب دكتور، الآن أنت سمعت يعني وجهة نظر الأستاذ فادي وسمعت الأستاذ طلعت حافظ. نعم. طبعا أنا راح أترك لك التعليق تعلق على الأستاذ طلعت تختلف ولا تتفق، ولكن السؤال اللي أعتقد الناس أيضا تسأله، يعني حماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك عندما ترصد المخالفات، وخلنا نفترض جدلا أنه اتفقت أنت ولسه طلعت حافظ أنه هناك فعلا مخالفات، طيب وبعدين يعني تروحوا لمين؟ هل يعني هل جمعية حماية المستهلك ظاهرة صوتية فقط ولا في نتائج؟ طيب في البداية أنا يعني أتقبل عتب لسه طلعت، وأعتقد هذا شيء طبيعي، هو يعني يدافع عن جهة معينة، أنا أيضا أدافع عن جهة أخرى. أنا بالنسبة لي أدافع عن يعني عن مجموعة كبيرة من الناس، يعني شريحة كبيرة من الناس الآن أصبحت في تقريبا قد تكون شريحة تحت خط الفقر. وإذا كانت أساسا يعني أوضاعك المالية سيئة ثم تتراكم عليك الديون ومعدلات عالية جدا، فمعناته أن احنا قاعدين نوسع شريحه الناس او الافراد اللي قاعد يعيشون تحت خط الفقر، وهذا اهم شيء عندنا هنا، هنا حمايه الشريحه هذه. جيد. والهدف موجود. طيب راح اخليك تكمل اعطيك فرصه عشان ما اقاطعك، بس مضطر اطلع فاصل وفاصل انا اعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم، لازلنا نتكلم عن جمعيه حمايه المستهلك والمخالفات اللي رصدتها ضد البنوك. ضيوفي الاعزاء الاستاذ فادي العجاجي والدكتور احمد السالم، كان معنا ايضا على الهاتف الاستاذ طلعت حافظ. دكتور احنا قطعناك، تكلمت ورحنا الفاصل، تكمل فكرتك لانه في تعليق ايضا عند نعم انا سيكون. يعني انا ما احب المزايده على مساله المواطنه، يعني اعتقد الكل يعني يتكلم لمصلحه التباين والاختلاف، هذا يعني هو مصدر تطوير الخدمات والمنتجات اللي تقدمها المؤسسات الماليه. مساله المنافسه، طبعا ما اعتقد في منافسه بالنسبه للقطاع المالي، لا قطاع المالي ولا قطاع التامين، ما في منافسه في الوقت الحاضر. طبعا الاستاذ طلعت يقول 23 بنك، هي طبعا 12 بنك والباقي كلها بنوك يعني على فرع واحد، يعني بنوك اجنبيه، فما اعتقد انها راح تنافس البنوك الاساسيه اللي تاسست في المملكه باموال سعوديه. ف يعني اتوقع قبل كم سنه كان في فكره اندماج، وهذا طبعا كانت أسوأ فكره، لان الاندماج راح يعني يزيد من مساله الاحتكار، وأسوأ شيء في اي اقتصاد هو الاحتكار. انا اعتقد في القطاع المالي، في القطاع المصرفي الان في البنوك في احتكار، وبالتالي لابد يكون له قيمه، لابد له تكلفه. فالبنوك لابد يكون لها يعني دور في المسؤوليه الاجتماعيه. لان يعني اعتقد الحكومه عندنا حمت البنوك مساله الاحتكار، فلما خليك محتكر يفترض له سعر، ما يصير مجاني. الان عندنا الحكومه تبيع مثلا رخصه الخدمات الاتصالات اللاسلكيه. فيفترض ان البنوك يعني تقدر الحمايه اللي جتها من الحكومه، وجعلتها يعني قطاع محتكر، عدد صغير من البنوك، وبالتالي هم الآن يعني
يعني تقريبا دائما في خط واحد بالنسبه لتسعير خدماتهم ومنتجاتهم، لان المنافسه ما هي قويه، يعني مهما قالوا، يعني مهما احد ادعى انها منافسه قويه، لا توجد منافسه قويه بين البنوك، هذه وحده. وبالتالي يعني رد الجميل ان يكون البنوك هذه يكون له دور من ناحيه المسؤوليه الاجتماعيه، واعتقد في بعض البنوك، اعتقد بنك الجزيره عنده صندوق المسؤوليه الاجتماعيه، فنتمنى يكون يعني عنده، حتى الاهلي عنده، بس انه هذه مبالغ صغيره، بس انه مبالغ صغيره مقارنه بالمكاسب يعني الان اصبحت الحكومه كانها هي تدير كل شيء. يعني والقطاع الخاص يعني لا يزال موقفه سلبي، ومن ضمنها يعني البنوك. احنا ما نزايد على انه في يعني انه في مستوى جيد لاداره البنوك، لكن احنا نقول انه الخدمات اللي قاعده تقدم للناس والتكاليف اللي تفرض على الناس عاليه مقارنه بالخدمه اللي قدمتها الحكومه لهالبنوك هذه. بس بالنسبه للحساب احنا ما نتكلم عن كيف تحسب، احنا نقول الشفافيه. يعني في البنوك الغرب كل صبح يعني يحطون لوحه ويعدلون الارقام، يعني اسعار التكاليف او اسعار ايش اسمه الارباح اللي تعطى للمودعين. احنا نتكلم عن الشفافيه. يعني انت لما تروح احيانا حتى في محاكم برا عندك قضيه بسيطه مخالفه سياره يعطونك محاضره. هنا التثقيف والحمايه القانونيه تقريبا تكون معدومه. اي دكتور، بس ايضا سؤال اللي اسالك اياه، رصدت هذه المخالفه وتاكدت انها مخالفات، ماذا بعد؟ طيب نرجع للاستقلاليه، وهذه مشكله تخص مؤسسه النقد وحتى ايضا هيئه السوق الماليه. لا يوجد دور قضاء او دور، يعني لا اسمي قضاء، دور قانونيه تكون مستقله بعيده عن اي تاثير. وبالتالي يعني كل الاصوات الان اصوات فرديه. احنا عندنا الاصوات هنا، لذلك الاصوات الفرديه ما راح تجيب نتيجه. الاصوات الفرديه بالتويتر والاصوات الفرديه يعني منتديات او اصوات الفرديه حتى بالجرائد، الاصوات الفرديه لن يعني ما راح تجيب نتيجه. لازم يكون عندك الحكومه لازم تنشئ دور قانونيه مستقله يلجا لها الفرد. وحتى ترجع لها المؤسسات لما يكون هناك على سبيل المثال غبن من يعني مؤسسات ماليه، وحتى مؤسسه التامين. احنا شركه التامين الان شركه جديده، غالبيه الناس عندهم مشاكل كثير، الناس ما يعرفوا حتى المنتجات. يعني احنا دائما نسمع انه مؤسسه النقد وافقت على بعض المنتجات التامينيه، لكن حتى الان الناس ما عندها جهه يعني مستقله، وهذه مهمه جدا، جهه مستقله تحمي حقوق الناس. ايضا حتى الان لما طلعت، اعطيك مثال ايضا يعني دور البنوك، لما يعني صندوق معاشات التقاعد طلع برنامج مساكن، يعني من كان يدير المشروع هذا؟ بنك الرياض. وبالتالي حتى يعني طريقة التسعير كانت هي نفس طريقة تسعير البنوك. يعني فأذكر أنا في واحد أخذ قرض حدود 800,000 والفوائد تقريبا 750,000، فالفوائد تعادل. فالآن انخفضت التكلفة، هو أخذها على تقريبا 6.5 أو 6.55%، الآن انخفضت التكاليف ويعني وصلت إلى مستويات مرة متدنية. نعم. لأن الآن لما ترجع لهم وتقول أنا أبغى أسوي عدد تمويل، يقول لا إحنا بعنا عليك أصل، بعنا عليك عقار. هذا في غبن كبير. جميل. طيب. يعني لو كان قرض يعني قرض واضح من البداية، كان استطاع الآن يعني القرض اللي قلت لك الآن في توفير تقريبا 400,000 ريال على مدى 20 سنة القادمة. لكن حقوق الشخص هذا اللي اقترض، وإحنا طبعا إحنا نتكلم عن ملايين اللي اقترضوا، حتى الآن غير معروفة. حتى لما نجي مسألة إعادة التسديد المبكر غير واضح للناس. طيب. وكل بنك يختلف عن الآخر، وكل بنك يعني يدعي أنه يتميز عن الآخر. دقيقتين. والله أول، ترى تعرض إلى عدة نقاط الدكتور سالم ما شاء الله في وقت قصير، عدة قضايا، لكن أنا عندي تعليق. أولا على قضية زيادة شريحة المقترضين وتأثيرها على الطبقة المتوسطة، طبعا هنا في إشكالية في قضية التشدد على الأنظمة المصرفية في منح والتساهل في القروض. ليش؟ لأن هناك تخوف من أنه يلجؤون هذه الفئة إلى مصادر إقراض أكثر تكلفة.
وبالتالي ما نكون حنا عالجنا أو خففنا من التأثيرات السلبية على، بالعكس فاقمنا من الجراح ومن المشاكل اللي ممكن تتعرض لها. يعني معدلات الفائدة أحيانا في القروض يعني غير الرسمية غير المصرفية تصل من يعني ممكن إلى 30% و40%، خصوصا في فترة يعني بعد يعني قيام البنوك بدورة. طبعا في 1997 بدأ دش نظام سريع اللي هو تحويل الراتب، فأصبح الكلاتر اللي هو الضمان هو الراتب، وخلى البنوك فعلا تتوسع في هالقروض، ونمت القروض المصرفية بمعدلات كبيرة. ليش؟ لأنها يعني نموها مش في نموة مديونية القطاع العائلي بقدر ما هي نموة حصتها في هالمديونية، فبدأت البنوك تزاول دورها في تقديم مثل هالقروض الشريحة كبيرة متوسطية الدخل في ذلك الوقت. وطبعا قضية أن تجي الآن توقف قضية هالنمو أو تتشدد فيها تخشى أنه يلجؤ، لأن معظم الناس الآن اللي يلجأ لمصادر الإقراض يعني شركات التقسيط والتمويل والأفراد وكذا يعرف هذا أنه المقرض الجديد الغير رسمي الغير نظامي، يعرف أنك أنت فقدت كل الطرق كل القنوات وجيت لمه، وبالتالي يفرض عليك معدلات فائدة تصل إلى 30، وأنا وقفت على مثل هالقروض النوعيات لأن الناس ظروفها أحيانا ملحة وعاجلة، حتى الانتظار مكلف بالنسبة لها، وترضى بمعدلات فائدة معينة. وذولاك يعني شريحة كبيرة عندهم حتى أنه استعداد أنه يعني أحيانا يتنازل بسيارته أو بيته للمصدر الإقراض في بعض المراحل، فمودك أنه يصل الناس إلى مرحلة من هالمراحل أن ترتفع عليهم التكاليف. هذه من ناحية، ودور السلطة النقدية في قضية أنه يعني أن حماية هالصناعة. الثانية أنه الدولة لم تحمي هذه البنوك، الفكرة هذه يعني يجب أن ودنا نصححها بعض الشيء نتكلم فيها بشفافية، يعني أنه الحقيقة اللي تم حمايته حماية الصناعة وليست حماية في ظل ظروف كثيرة ومعطيات كثيرة، أنه هذه مؤسسات تأخذ ودائع وبالتالي يؤثر انهيار أي بنك فيها على الاقتصاد بشكل عام. الحقيقة أنه في إشكالية، طبعا هناك في نوع من محاولة التوسع في مثل هالقطاع، لكن في مشكلة عند الناس ما زالت قائمة. طيب. هي ظاهرة، لا بدي أكمل بس هالنقطة لأنها مهمة يعني جدا، هي ظاهرة تبني الحين السلعة والخدمة عند المستهلك السعودي. هذه مشكلة كبيرة، يعني قدرته على التحول من بنك إلى بنك تكون ضعيف، ولذلك إذا أنشئ بنك جديد أو بنك آخر أيضا جديد عانى من نفس المشكلة من قلة يعني عملية التحول أو رغبة التحول. الناس لابد أن يكون عندها ثقافة أنها تبحث عن السعر الأفضل على الخدمة الأفضل، لابد أن يكون عندها الشعور عشان هي طيب. تخلق المنافسة. لأن عندنا الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية، عنده رغبة في المداخل، رئيس جمعية حماية المستهلك. أهلا وسهلا بك. أسعد الله مساك أستاذ علي وكافة وزملائك وكافة الأخوة المشاهدين والمشاهدات. شكرا لمداخلتك، بس ما يعني خير من يمثلكم الدكتور أحمد، تفضل. لا ونعم بالإخوان، بس عندي على أساس الاستفسار اللي ذكرته طرحته الأحمر فيما يتعلق إذا في ضرر أو شكوى من الحقيقة الأخوة المتضررين أو نعم. فعندنا طال عمرك أن أطلقنا مركز التحكيم والمساعدة القضائية، وعندنا مركز تلقي البلاغات والشكاوي. فطبعا الجمعية على تم الاستعداد لتلقي أي شكوى عندما يكون هناك ضرر، أو حتى فيما يتعلق أيضا عندنا أيضا مركز الحماية المالية، هذا يبدأ يتبنى قضايا أيضا جانب التوعوي والتثقيب في المسؤولية المالية وخلافه. فالجمعية طبعا يعني جالسة الآن ترصد وتدرس كل أنواع المخالفة، طبعا قد يكون بعضها يخص البنوك، بعضها قد يخص الحقيقة الأفراد عدم وجود الوعي، بعضها قد يخص النظام الحقيقة المالي بشكل عام. نعم، وهذه بديتوا فيها بموضوع التحكيم، ومركز التحكيم والمساعدة القضائية نعم بدينا فيه وأطلقنا الحقيقة الآن أخذ الصفة القانونية، وبالتالي نتبنى قضايا مخالفة شروط الضمان، خدمات ما بعد البيع، القضايا المصرفية، قضايا شركات التأمين، قضايا الخلال بالعقود الاستهلاكية، قضايا مخالفة شروط الخدمة، قضايا التعويض. طيب. قضايا دكتور قضايا نعم دكتور ناصر، إن شاء الله تكون معنا يوم في الاستوديو نتحدث أكثر، إحنا وقتنا أنت. شكرا لك على هذه المداخلة، شكرا لك أستاذ فادي العجادي، شكرا لك دكتور أحمد السالم، أيضا شكرا للأستاذ طلعت حافظ اللي كان معنا تليفونيا. فاصل وننطلق في قضيتنا الثانية لهذه الليلة.